السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي شرح دروس منهج الحاسب الآلي الأساسي النشاط للصف السادس الابتدائي. النهاردة أول درس معنا في المنهج هو الإعدادات الإقليمية. يعني إيه الإعدادات الإقليمية؟ هنقول لهم معناها إعدادات نظام التشغيل الويندوز، اللي هي إيه النص اللي هيظهر قدامك او الارقام او العملة او الوقت على حسب الاعدادات اللي انت هتغيرها. طب علشان تدخل الاعدادات الاقلامية في خطوات، اول حاجة ابدأ start، بعدين setting، بعدين control panel. بتختلف من نظام تشغيل لنظام اخر انك انت ممكن تضغط على start control بانل، ومن كنترول بانل هتختار الاعدادات الاقليمية. الاعدادات الاقليمية بتختلف على حسب نظام التشغيل regional and language option، regional and language، regional او region، اي واحدة فيهم. طيب هنبتدي اول حاجة هنغيرها في اعدادات النظام، وهي اختيار دولة محددة في الاعدادات الاقليمية. اول حاجة بعد ما دخلت على الاعدادات الاقليمية من لوحة التحكم كنترول بانل اخترت ريجيونال، هتختار الدولة او الكونتري، وتختار المكان زي ما هو موضح قدام منك في السهم كده. هتختار الدولة اللي انت فيها، يعني انت في دولة مصر هتغيرها لدولة مصر او ايا كانت الدولة اللي انت هتغيرها. طيب ممكن تغير ايه تاني في الاعدادات الاقليمية؟ ممكن تغير الارقام. هتغير الارقام ازاي؟ من كنترول بانل، وبعدين تختار ريجيون زي ما انت شايف كده قدام منك في الصورة السهم، وبعدين هتختار اديشنال سيتنج او اعدادات اضافية. هتظهر لك النافذة الجزء اللي على الشمال، هتختار التبويب اللي ظهر قدام منك، تبويب اللي هي الأزرار اللي في بداية النافذة اللي في أعلى النافذة. انت عايز تغير الأرقام يبقى هتختار التبويب numbers. لو انت عايز تغير التاريخ هتختار التبويب date زي ما انت شايفه قدام منك كده. بعد ما تضغط على additional setting هتختار التبويب دي. طيب افرض انك انت عايز تغير العملة، هتختار التبويب currency العملة. كده نكون انتهينا من الجزء النظري في الدرس الاول مع شرح الجزء العملي الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.